قوات الأسد تشن هجوما بالغازات السامة في الغوطة الشرقية، والمعارضة المسلحة تستعيد قريتين في ريف حماة. وصول تعزيزات عسكرية للإسراع بتحرير آخر أحياء أيمن الموصل. الراصد اليمني يوثق انتهاكات المتمردين الحوثيين ضد المدنيين. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم. استهدفت قوات نظام الأسد أطراف بلدة زملكة ومدينة عربين بالغازات السامة، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة في صفوف مقاتلي الجيش الحر. وقالت مصادر في المعارضة المسلحة إن الهجوم بالغازات السامة شنته قوات الأسد بواسطة قنابل يدوية. المزيد مع مراسلنا جواد العربيني. بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت قوات النظام بسبب استخدامه غاز السارين في خان شيخون، نظام الأسد يعاود اليوم استخدام الغازات السامة. اليوم 20 قنبلة يدوية ألقتها قوات النظام على مقاتلي الجيش الحر على أطراف بلدة زملكة ومدينة عربين. كما نشاهد هنالك عدد كبير من الإصابات، تم جلب حتى هذه اللحظة ثلاثة إصابات. طبعا هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه في الغوطة الشرقية، نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 15 هجوما بغاز الكلور منذ مطلع العام. أغلب تلك الهجمات كانت تستهدف الجيش الحر وكتائب الثوار. نحن نتحدث عن ثلاث هجمات في حي القابون، ستة هجمات في مدينة عربين، هجوم في مدينة زملكة، ثلاث هجمات في جوبر، وعدة هجمات في منطقة المرج. المصابين تظهر عليهم كما تشاهدون علامات الاختناق، هنالك استفراغ، هنالك احمرار في العينين كما يبدو للمشاهد. فاليوم تم استخدام غاز الكلور. كان معكم جواد العربيني لأخبار الآن من مدينة زملكة بريف دمشق. قتل أكثر من 15 فردا من قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في ريف حماة في معارك مع فصائل المعارضة المسلحة. وأكدت مصادر في المعارضة السيطرة على قرية الناصرية وسنسحر جنوب مدينة حلفاية وتدمير دبابة روسية بالقرب من مدينة طيب الإمام الخاضعة لسيطرة النظام، ودبابة لقوات الأسد في ريف حماة والمحادية لريف إدلب. وتتهم المعارضة نظام الأسد بمحاولة التقدم نحو خان شيخون في ريف إدلب لطمس معالم الهجوم الكيماوي الذي شهدته البلدة مطلع الشهر الجاري. قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف روسي استهدف مستشفى في بلدة عابدين بريف إدلب الجنوبي. وقال مراسلنا إن القصف ألحق دمارا كبيرا في المستشفى ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض الناتجة عن القصف والبحث عن ناجين ونقلهم إلى المراكز الطبية القريبة. أفادت مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال في مدينة البوكمال السورية، وأدت العملية إلى اعتقال قيادي في داعش يحمل صفة والي الفرات في قرية الباغوز في ريف البوكمال على الحدود مع العراق. كما أكدت المصادر أن الإنزال الأمريكي استهدف سيارة والي الفرات القادمة من الأراضي العراقية باتجاه سوريا، وأن القوات الأمريكية التي نفذت الإنزال انطلقت من قاعدة عين الأسد العسكرية غرب محافظة الأنبار العراقية. نقل تنظيم داعش الإرهابي مقر قيادته من مدينة الرقة إلى محافظة دير الزور شرق سوريا، وذلك بحسب قناة فوكس نيوز الأمريكية. وأوضحت القناة عن مصادر في البنتاغون إن طائرات عسكرية أمريكية رصدت المئات من عناصر داعش وهم يغادرون الرقة خلال الشهرين الماضيين باتجاه مدينة الميادين في ريف دير الزور نحو الحدود مع سوريا والعراق. أفادت مصادر عسكرية أمريكية أن تنظيم داعش قام بنقل عاصمته من مدينة الرقة إلى محافظة دير الزور القريبة من الحدود العراقية، وذلك تحت وقع الضربات الجوية للتحالف الدولي والقوات المدعومة من الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين قولهم أن التنظيم أصبح متمركزا في دير الزور الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب الرقة. ولاحظت طائرات الدرون الأمريكية المئات من قادة داعش يغادرون الرقة خلال الشهرين الأخيرين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل المسؤول الحركي في التنظيم عبد الرحمن الأوزبكي، وهو من القيادات المتوسطة في عملية نفذتها في مدينة الميادين في ريف دير الزور. وبحسب صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية، فإن الخناق الذي تفرضه قوات التحالف الدولي على الرقة واستمرار العمليات العسكرية في الموصل شمالي العراق دفع بكبار قادة التنظيم بمن فيهم البغدادي إلى البحث عن ملاذات آمنة، حيث يتوقع أن تكون دير الزور وجهتهم المقبلة، أو ربما يتجهون إلى مدن الجنوب السوري. ويأتي ذلك بينما تقترب معركة حاسمة لاستعادة الرقة عاصمة التنظيم في سوريا، لكن وبحسب مسؤولين عسكريين فإنه لا يوجد أي من قادة داعش هناك. وكانت تقارير قد تحدثت عن نقل التنظيم لعائلات قياداته من الرقة والطبقة باتجاه مدينة البوكمال ودير الزور والمناطق القريبة من الحدود العراقية نتيجة الضربات الجوية المكثفة لطائرات التحالف. وتكثف القوات الأمريكية قتالها على عدة جبهات في كل من سوريا والعراق لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش، حيث شنت القوات الأمريكية هجوما جويا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية ضد مواقع لداعش قرب دير الزور. واستهدفت القوات الأمريكية بواسطة طائرات مروحية مقاتلي التنظيم في الضواحي الشرقية من المدينة. أكد الخبير العسكري العميد الركن أحمد شروف أن معركة الرقة الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن ما يدور حاليا هو استعداد للمعركة الحاسمة مع داعش. كما عدد الخبير العسكري أهم القوات المشاركة لتحرير الرقة من احتلال داعش. نعرف أن قوات سورية الديمقراطية بتضم الكردية كنواة أساسية، يعني تشكل 75% 70% 30% عرب وتركمان وسريان، أيضا منضمين في المجلس السرياني العسكري وقوات الصناديد التابعة لحميد الدهام جربة، وقوات النخبي تعمل مع هذه أو ما نسميها نحن قوات أحمد الجربة رئيس الائتلاف السابق أيضا تعمل في هذا القوام. هذا الشكل العام. هناك بعض التشكيلات المحلية، لواء ثوار الرقة، لواء ثور الرقة، لواء العشائر، هذه التسميات المحلية كلها تسميات محلية. القوام العام يعني يتجاوز 30,000 بشكل للقوة القائمة بالهجوم. معركة الرقة يا سيدتي لم تبدأ، كل ما تسمعون هو عملية تحضير لمعركة الرقة. لنشرتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر عسكري عراقي عن وصول تعزيزات عسكرية إلى الجزء الغربي من مدينة الموصل للإسراع في استعادة السيطرة على ما تبقى من الأحياء السكنية. وأوضح المصدر أن التعزيزات تمثلت بوصول قوة من اللواء 73 من الفرقة 16 للمشاركة مع الفرقة 9 في عملية تحرير الأحياء الشمالية غرب الموصل. بعد أن تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية من تحرير مناطق جنوب غرب الموصل من احتلال داعش، كان من بين أهم الشواهد على جرائم هذا التنظيم ضد الموصليين هي مقبرة الخفسة، حيث حصلت أخبار الآن على لقطات حصرية لهذا المكان الذي يضم جثة آلاف من ضحايا إعدامات داعش لأهالي الموصل على مدى نحو 3 سنوات. وسام يوسف والتفاصيل. من بين أكثر الأماكن التي حاول داعش إخفاءها عن أعين الأهالي ومنع الوصول إليها هي منطقة الخفسة التي تضم مقبرة لضحايا قتلهم على مدى قرابة 3 سنوات عجاف. هذه المنطقة كانت وقت احتلال داعش محظورة على الموصليين،
وحتى بعد تحريرها بقيت عصية الوصول، كون داعش فخخها وزرع المنطقة المحيطة بها بعبوات ناسفة. لكن أخبار الآن هي أولى وسائل الإعلام التي نجحت في الوصول إلى مقبرة الخفسة. نحن بالقرب من موقع الخفسة الشهير في محافظة نينوى، والذي كان يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي بلقه إلقاء ضحاياه الذي يقدر بحوالي من 3000 إلى 4000 ضحية. قام تنظيم داعش القذر بردم هذا الموقع قبل قدوم قوات التحرير كي لا يتم كشفه على وسائل الإعلام العالمية والمحلية. مقبرة الخفسة هو سحيقة يصل عمقها إلى 400 متر وتقع على بعد 15 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الموصل. حاولنا كثيرا الوصول إليها خلال الفترة الماضية بعد أن فخخ داعش الأماكن والطرق التي تصل إليها، لكننا أخيرا وصلناها بالاستعانة وبمساعدة أهالي المناطق القريبة ومقاتلي العشائر. أنا الآن موجود في منطقة العذبة وبالقرب من منطقة الخفسة. هذه المقبرة ما يقدر فيها من 4000 إلى 5000 جثة كما تقدر بعض المنظمات الإنسانية. سوف نأخذكم في جولة إلى منطقة الخفسة عبر كاميرا مثبتة على طائرة مسيرة. لكي يطمس داعش جريمته الكبرى في مقبرة الخفسة ويبعدها عن أعين المجتمع الدولي، فقد أقدم على ردم هوتها قبل 6 أشهر من انطلاق عمليات تحرير الموصل عبر إلقاء الأنقاض فيها، لكن بعضها ما زال ظاهرا حيث بقايا سكراب السيارات وأنقاض أبنية جلبها من المناطق القريبة. رحنا عليها مرة وشفنا الدم اللي حواليها، دم يعني ما ينوصف، يعني بدرجة حواليها يعني بين سنتيم وسنتيم أكو دم، ودم ثخين مش يوم من كان، يعني مو حي الله دم، دم بشر، بشر بشر مظلوم، مو انه كان هو الظالم، بشر مظلوم. انتم من كنتوا هناك كنتوا تشوفوا هاي السيارات؟ اوصف لي السيارات من كانوا يجيبوها، شلون كانوا يقتلون العالم، شلون كنتوا تسمعون؟ احنا كنا شوي بعيدين المسافه، نسمع الطلقات نقول عجل جابوا عالم وشتلوهم. بين يومين او 3 أيام او بعض مرات تصادف اسبوع تجي السيارات من هاي مثل مالت الحسبه يسمونها ستاركس، ما ادري ايش يسمونها، الكيات يجيبون بها عالم تروح مليانه ترجع فارغه. لسنوات مقبلة ستبقى جريمة المقبرة الجماعية التي تحويها هوة الخفسة تشغل الأهالي والمجتمع الدولي، وسيبقى مصير الآلاف ممن يعتبرون مفقودين مجهولا إلى أن يتم كشف واستخراج جثث ضحايا داعش من تحت الأنقاض التي حاول فيها هذا التنظيم الإرهابي إخفاء أكبر جرائمه منذ نحو 3 سنين. وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 2723 انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح ضد المدنيين في 17 محافظة خلال الربع الأول من السنة الحالية. ورصد التحالف قتل 312 مدنيا بينهم 47 طفلا و14 امرأة، كما تم توثيق إصابة 467 آخرين بينهم 129 طفلا و63 امرأة. كما اختطفت وعذبت الميليشيا 1296 مدنيا بينهم 413 تم إخفاؤهم قسريا. أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن أن مروحيات التحالف العربي نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي داهمت أوكار القاعدة في مدينة المكلا، واعتقلت عددا من القيادات والأفراد في التنظيم في وادي عدن بحضرموت وهم من جنسيات مختلفة، كما نتج عن العملية إحباط المخططات الإرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ هجمات إرهابية. لقي 42 عنصرا من تنظيم داعش على الأقل مصرعهم في الساعات 24 الأخيرة في عمليات عسكرية بمحافظة نانجرهار شرق أفغانستان، حيث ألقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أم القنابل على إحدى قواعد التنظيم. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الأفغانية نفذت عمليات جوية وبرية في منطقتي دهبالة وتشين ضد أفراد داعش، كما أكدت في بيان آخر قتلها لتسعة إرهابيين آخرين في
في قصف على مخبئهم في منطقة أرجهاج. قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن آلاف المقاتلين السابقين من حركة طالبان أفغانستان ربما تسللوا إلى ألمانيا على مدى العامين الماضيين ضمن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ دخلوا أراضيها. وأضافت المجلة أن المكتب الاتحادي للمهاجرين واللاجئين في ألمانيا أبلغ مسؤولين أمنيين أن آلاف المهاجرين عرفوا أنفسهم على أنهم مقاتلين سابقين في طالبان في عملية طلبات اللجوء. وذكرت دير شبيغل أن ما لا يقل عن 70 أفغانيا خضعوا لتحقيق أجراه المدعي العام الاتحادي ولم يتضح بعد إن كانوا ناشطين في طالبان. بدأ الفرنسيون قبل قليل الإدلاء بأصواتهم وسط حراسة أمنية مشددة بعد الهجوم على الشانزليزيه في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي وسط ترقب شديد حيال الغموض الذي يلف نتائجها. ويتنافس 11 مرشحا على خلافة رئيس الفرنسي الحالي فرانسوا أولاند، بينهما اثنان صنفتهما استطلاعات ضمن الأوفر حظا، وهما المرشح المستقل إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان. هذا ونشرت السلطات الأمنية 50,000 شرطي و 7,000 جندي لتأمين الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن مدمرتين يابانيتين ستبدأان في مناورات مشتركة مع مجموعة من السفن الحربية الأمريكية غرب المحيط الهادئ الأحد في مواجهة تهديد نووي متنامي من كوريا الشمالية. وستقوم المدمرتان ساميدار وأشيجارا بالإضافة إلى قطع البحرية الحربية الأمريكية ومن بينها حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسن بمناورات استراتيجية وتدريبات على الاتصالات على مدى عدة أيام. وتأتي هذه المناورات البحرية وسط مخاوف متزايدة من أن تطلق بيونغ يانغ المزيد من الصواريخ البالستية أو تجري تجربة نووية جديدة خلال الذكرى 85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي يوم الثلاثاء المقبل. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل. أطفال سوريون يشاركون بمسابقة بطولة الروبوتات بأمريكا. أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا مع صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت لا صلة بين تناول مضادات اكتئاب في بداية الحمل وزيادة خطر التوحد. أظهرت دراسة حديثة أن تلقي العلاج بمضادات الاكتئاب خلال بداية الحمل ليس مرتبطا بالتوحد أو اضطراب نقص الانتباه أو النمو غير المكتمل للجنين، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أدت إلى الخضوع لمثل هذا العلاج. أما صحيفة اليوم السابع المصرية فقد عنونت قضاء الوقت في الريف يرفع مستوى السعادة ويحسن المزاج. كشفت نتائج دراسة حديثة أن الذهاب إلى الريف ليس جيدا فقط لصحتك لكنه يساعد على إبقاء الابتسامة على وجهك ويعزز السعادة. وتدعم هذه النتائج بحثا آخر علميا آخر نشر الشهر الماضي، خلصت نتائجه إلى أن العيش بالقرب من الحقول المفتوحة والحدائق يقلل من خطر الإصابة بالسمنة أو الاكتئاب. وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت ربطة معصم لتشخيص داء السكري. طور علماء في الولايات المتحدة الأمريكية ربطة معصم بإمكانها تشخيص داء السكري من العرق المتصبب من الجسد، حيث يقوم جهاز استشعار بفحص مستويات الجلوكوز في العرق قبل إرسال النتائج إلكترونيا عبر الهاتف الذكي من أجل تحليلها وتشخيصها. وصحيفة الغد الأردنية التي عنونت آلام الصدر مجهولة السبب مؤشر على أخطار تهدد القلب. كشفت دراسة بريطانية حديثة أن آلام الصدر دون سبب واضح تعد إشارة لزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب على مدى السنوات الخمس التي تعقب ظهور تلك الآلام.
ويشير الباحثون إلى أن آلام الصدر مجهولة السبب هي إشارة خطر حتى في حال لم يكن الألم مرتبطا بأسباب متعلقة بالقلب. عين على العراق، معرض أقيم في العاصمة الإيرانية طهران، لكنه يعرض لنا تاريخ الدولة العراقية قبل 100 عام وحتى الآن. القائمون على هذا المعرض هم طلبة دراسات عليا عراقيون يقولون إنهم أرادوا العراق نموذجا لتعريف الطلاب الإيرانيين بعمق حضارة الدول العربية. المزيد في تقرير مراسلتنا علا مسعودي. جدران هذا المعرض على موعد مع صور تصافحها للمرة الأولى، ومعصومة حققت حلمها هنا، فهي طالبة جاءت من العراق لإكمال الدراسات العليا في جامعة طهران، ولكن حنينها لبلادها جعلها تشارك في هذا المعرض الذي نظمه تجمع الطلبة العراقيين هنا. من زمان كان حلمي أنه أقدم شيء للعراق، هذه فرصة من خلال التجمع الجامعيين العراقيين في إيران، وهي إقامة معرض، وهذه أبسط شيء قدرنا نقدمه من أجل بلدنا. وما أن قص سفير العراق شريط الافتتاح حتى انسابت الصور تقص حكاياها، فهنا صحيفة عمرها قرن، وهناك بوابة عشتار، باب جنائن بابل المعلقة، عشرة عقود تتعاقبها هنا منذ 1914 حتى يومنا هذا. كان معرضا منظما يحكي قصة حقيقية وقصة واقعية عن تاريخ العراق، معرض أفلام وثائقية، وثائق رسمية، صور حقيقية تحكي تاريخ العراق. وهناك من عثر على ذكرياته هنا. أعادوا لنا التاريخ منذ 100 سنة حتى الآن، وفعلا وأنا أمر وأنا رجل كبير بالسن، هذا يعني يختلف نظري لهذا المعرض عن بقية الناس. الشباب لا، يعني أنا مربوط بتاريخي، هذا الكلام بتاريخ عمري بتاريخ جيلي. جهد ووقت بذله طلاب بلاد الرافدين في إنجاز قرن من تاريخ بلدهم صورا، آملين مستقبلا بأن يحذو أشقاؤهم من الطلاب العرب هنا حذوهم. بذلت جهود كبيرة في إنجاز هذا المعرض لمدة أكثر من 6 أشهر، نطمح بأن تكون مثل هذه النشاطات لبقية الطلبة العرب هنا في إيران. أما الإيرانيون فلم يخفوا إعجابهم بما شاهدوه. مشتاق بودم كي با تاريخ العراق عشنا. كنت متشوقا للتعرف على تاريخ العراق، وهذا المعرض هو فرصة طيبة للتقارب ما بين الشعوب وبالتحديد ما بين الدول العربية وإيران. إذا كانت الكلمة صورة، فالصورة بألف كلمة، وصدى ما تردد في حلم معصومة سيستمر طويلا في ذاكرة من زار بغداد في طهران. جدران هذا المكان تتحدث عن تاريخ العراق لينصت إليها، فالطالب العربي لطالما حمل بين خفقيه إرث بلاده ليحلق به حيثما حل وفي أي أرض احتوته. لأخبار الآن علا مسعودي، طهران. نجح فريق أمل سوريا للروبوت، وهو فريق مكون من أطفال سوريين لاجئين في لبنان، نجح في الترشح للمشاركة في بطولة المدارس المتوسطة في أمريكا بعد الإنجازات التي حققها الفريق في الإبداع والاختراع. الفريق فاز بأفضل جائزة تحكيم للأطفال السوريين في المسابقة التي جرت العام الماضي في الولايات المتحدة، وتلقى الفريق دعوة من البيت الأبيض والكونغرس للتعرف عليهم. نحن طلاب سوريين لاجئين في لبنان، شاركنا بمسابقة روبو جي بهذا الروبوت وأخذنا المركز الأول، وبإذن الله طالعين على أمريكا نرفع رأس بلدنا سوريا ونرجع نعمرها من أول وجديد. أنا أسامة، مهندس تحكم وأتمتة، مدرب فريق أمل سوريا، اللي من فترة حوالي شهرين تنافسنا هون على مستوى اللاجئين السوريين باسم فريق أمل سوريا، وأخذنا المركز الأول بجامعة NDU بالسيد الويزة، وهلأ إن شاء الله عم نجهز لنطلع ونتنافس على مستوى العالم بالميدل سكول بهاي المسابقة اللي هي مسابقة الروبوتك فيكس، وإن شاء الله راح نجيب
نصر لكل لاجئ سوري لاقى انكسار أو لاقى أي عناء، ورح نكون إن شاء الله قد الحمل. في عالم اللجوء كل ما زدت تعمق بالعمل فيه بتكتشف أنه صناعة الأمل فيه أمر سهل، وقت بتتوافر عندك بعض الإمكانيات بتتوافر عندك الإرادة. واحدة من الأمور اللي عم نحاول نصنع الأمل فيها في عالم اللجوء في لبنان هو موضوع عالم الروبوت. والحمد لله السنة الماضية كان في عنا كمنظمة مابس قصة نجاح، اللي هي فريق أمل سوريا اللي تأهل بالجامعة الأمريكية، وصلنا للمسابقة العالمية في كنتاكي بالولايات المتحدة. وهالعام الحمد لله كمان كانت أول مسابقة على مستوى اللاجئين نظمت بشهر 3، والآن إن شاء الله تعالى نحن بطور المشاركة أيضا بالمسابقة العالمية. صناعة الأمل برجع لإلها أمر جدا متاح بعالم اللجوء بسبب وجود كفاءات جدا عالية، وبتخلينا إن شاء الله تعالى نحط أول خطوة بطريق إعادة بناء الأمل للعودة لسوريا إن شاء الله. وصلت كبسولة فضاء محملة بنحو 3.5 أطنان من المواد الغذائية والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، وعلى متنها أيضا مختبر للتجارب الزراعية لرواد الفضاء خلال مهامهم الطويلة. وتعد سفينة الشحن سيجنوس السابعة من أصل 10 بعثات مخطط لها حتى العام القادم بموجب عقد إعادة تزويد محطة الفضاء المدارية مع ناسا بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار. تتجه الأنظار اليوم إلى كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وضيفه برشلونة ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني، ويتصدر الريال الترتيب العام ب 75 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة مع بقاء مباراة مؤجلة للفريق الملكي. وتبقى للريال مواجهات ديبورتيفو لا كورونيا وفالنسيا وغرناطة وإشبيليا والمباراة المؤجلة مع سيلتا فيغو، وأخيرا مع ملقا، بينما تبقى لبرشلونة مواجهات أوساسونا وإسبانيول وفياريال ولاس بالماس وإيبار. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. قوات الأسد تشن هجوما بالغازات السامة في الغوطة الشرقية، والمعارضة المسلحة تستعيد قريتين في ريف حما. وصول تعزيزات عسكرية للإسراع بتحرير آخر أحياء أيمن الموصل. الراصد اليمني يوثق انتهاكات المتمردين الحوثيين ضد المدنيين. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.